السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكرم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة بن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا وقلبًا خاشعًا ودعاءً مستجابًا. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالانتقال إلى ما هو خارج مسألة الأرحام والوالدين وشيء من هذا القبيل، ولا شك بأن ترتيب المصنف لهذه الأبواب ليس ترتيباً عبثياً، فهو أول ما تحدث عن الأحكام المتعلقة في داخل الأسرة من خلال بر الوالدين ومن خلال صلة الرحم وغير ذلك، ثم انتقل إلى الجيران فذكر أحكام الجوار، وبعد ذلك بدأ الآن بذكر الأحكام المتعلقة بأفراد الناس، وبدأ بمسألة الكرم، ثم بعد ذلك يدخل إلى مسألة أحكام اليتيم. قال رحمه الله تعالى: باب الكرم. الكرم هو الإعطاء بسهولة، هكذا يعرف العلماء الكرم، يقولون هو الإعطاء بسهولة، يعني من دون تكلف ولا استحضار هذا الأمر. ولذلك الكريم هو الذي يده سيالة بالعطاء ونفسه رضية بالعطاء، هكذا هو الكريم. ويقول بعض العلماء في تعريف الكرم: هو إفادة ما ينبغي لا لغرض، إفادة ما ينبغي لا لغرض. والكرم إن كان في المال فهو الجود، وإن كان في النفس فهو الشجاعة، وإن كان في مسألة المظالم فهو العفو، فالإنسان يعفو عن الآخرين وهذا كرم، والإنسان أيضاً يقدم في مواطن الشجاعة، هذا أيضاً جود وكرم، وفي مسائل الأموال أيضاً جود وكرم. ولذلك مفردة الكرم لا تقف فقط على بذل المال، وإنما هي أوسع مما ينقدح في أذهان الناس، والعلماء لهم تفصيلات وتفريعات في هذا الباب، فيقولون هناك السخاء وهناك الجود وهناك الإيثار. أما السخاء فهو إعطاء القليل مع إبقاء الكثير، وأما الجود فهو بذل الكثير مع إبقاء القليل، وأما الإيثار فهو بذل المال كله من دون إبقاء شيء. ولذلك امتدح الله جل وعلا الأنصار بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه نال حظا كبيرا من هذا، فقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصدقة، فجاء الناس بصدقاتهم، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت لأهلك يا عمر؟
قال: نصف مالي يا رسول الله. ثم جاء أبو بكر بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ولذلك يقول عمر: ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. والمقصود بأن الجود والكرم والسخاء والإيثار لا شك بأنها من أخلاق أهل الإسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله الصحابة كما في حديث أبي هريرة: من أو أي الناس أكرم؟ وأكرم هنا أفعل تفضيل، يعني من هم أفضل الناس كرماً؟ من هم أفضل الناس سخاءً؟ من هم أفضل الناس جوداً؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرمهم عند الله أتقاهم. أكرمهم عند الله أتقاهم. ولذلك إذا أردت أن تعرف من هو أكرم الناس فهو التقي، التقي الذي جعل بينه وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك أهل التقوى أهل جود وسخاء في جميع الجهات وفي جميع الأحوال، فتجدهم أهل جود وسخاء وبذل وإيثار وعطاء، هؤلاء هم أهل التقوى. قد امتدحهم الله جل وعلا في القرآن كثيرا. والتقوى، سئل بعض السلف عن التقوى قال: أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ويروى بإسناد منقطع عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن التقوى فقال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وذكر بعض السلف التقوى فقال: هي أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. وقيل لبعض السلف: ما التقوى؟ قال: أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن أتقى الناس، عن أكرم الناس، قال: أتقاه، أتقاهم. ولذلك أكرم الناس هم أهل التقوى. وهذا إذا تأملت في أحوالهم تجد هذا ظاهرا، فهم أهل جود وكرم سواء بالمال، بالنفس، بكل شيء، بكل شيء، سواء كان معنويا أو حسيا، فهم أهل التقوى. ثم قال الصحابة رضي الله عنهم: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. وهذا فيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن الصحابة عرفوا من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبل أن يراجعوه في المسألة أو أن يزيدوا في الاستفصال والاستفسار، فقالوا: يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك. فبادرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. ولعلكم تلحظون بأن هنا قصر عن ذكر إسحاق، لا، جاء في الرواية الصحيحة يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، لأن يوسف ابن يعقوب الذي هو إسرائيل، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أكرم الناس هو يوسف صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جمع الله جل وعلا له من الخلال والخصال والأخلاق الشيء العظيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك جمع الله له النبوة والرسالة، وكذلك جمع الله عز وجل له من الأخلاق والآداب الشيء العظيم، فهو من سلالة طاهرة عليه الصلاة والسلام، فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي،
وأي شخص أكرم من هذا إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حيث التعبير بهذا السياق، وإلا كما لا يخفى عليكم بأن الأنبياء يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضل الرسل أولو العزم وهم خمسة، وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، ومنهم من يقدم عيسى على موسى. ولكن باعتبارات أخرى نجد بأن الله تعالى ميز بعض الأنبياء، فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس ليس عن هذا نسألك، يعني يا رسول الله، فقال عن معادن العرب تسألني. معادن العرب يعني أصول العرب، ويعني الأشياء التي ينتسبون إليها ويرجعون إليها، وسموا معادن، أو ذكر أو تجوز بذكر المعادن أو التعبير عن المعادن بالعرب لأنهم أشبه بمعادن الأرض، فمعادن الأرض فيها النفيس، وفيها الخسيس، فيها الطيب، وفيها الخبيث، فيها النافع، وفيها الضار، فيها القوي، وفيها الضعيف، وهكذا. ولذلك إذا تأملت في أحوال الناس تجدهم معادن كمعادن الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فعن معادن العرب تسألني؟ قالوا نعم. قال فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. خيار الناس، خيار أهل الجاهلية خيارهم في الإسلام بشرط إذا فقهوا، أصبحوا من أهل العلم ومن أهل الفقه. ولذلك من كان في الجاهلية من قبيلة عربية ينتسب لها وهو من جرثومة العرب ومن أصل العرب ومن القبائل المشهورة كقبيلة قريش مثلا، ثم أسلم وتفقه، فهؤلاء هم خيار الناس. خيار الناس من كان في الجاهلية ذا أصل ونسب، وإذا أسلم تفقه في دين الله رب العالمين، هذا من خيار الناس. وانظر إلى قريش، تجد هم أفضل قبائل العرب على الإطلاق، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل قريش بنو هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقريش أسلم أغلبها. وانظر إلى الذين فقهوا في دين الله والذين لم يفقهوا، خلد الله تعالى ذكر من فقه من قريش لأنهم هم خيار الناس. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متواضعاً في جميع أحواله، ومن جملة ذلك أنه كان يأذن لأصحابه بسؤاله، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام من أسلوب تعامله مع السائلين أنه يباشرهم بالسؤال بغرض زيادة الفائدة. فلكم أن تتخيلوا لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله الناس عن أكرم الناس فقال ماذا تقصدون، وقالوا معادن العرب، لما عرفنا بأن أكرم الناس هم أهل التقوى الذين قال الله جل وعلا في حقهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه فوائد عظيمة، وهذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في توسيع دائرة العلم صلوات ربي وسلامه عليه. فعرفنا أن أكرم الناس هم أهل التقوى، وهذا الحديث وإن كان إسناده محل نظر إلا أنه صح من طرق أخرى، وهو يتفق مع قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأمر الثاني أن يوسف عليه الصلاة والسلام بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أكرم الناس، من أكرم بني آدم، وذلك لما حباه الله عز وجل من هذه السلسلة التي تقلب فيها في ظهور الرجال، فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وأيضا
خصه الله عز وجل بأشياء، ولذلك النبي الوحيد الذي أنزل الله تعالى سورة كاملة في قصته وفيما تعرض له عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى أن خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام متى؟ إذا تفقهوا في دين الله عز وجل، وهذا يدلنا على فضيلة الفقه في الدين. ولذلك قد لا يكون الرجل نسيباً أصيلاً في الجاهلية، لكن الله تعالى يرفع من شأنه بهذا العلم فيصبح أعلى وأرفع عند الله جل وعلا من أصحاب الأصل والحسب والنسب الذين لم يسلموا. ولذلك الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. فلذلك من تفقه في دين الله فهو أعلى رتبة من صاحب الأصل والفصل الذي لم يتفقه. وهذا كتاب الله ناطق بهذا، ناطق بهذا، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بهذا. فإذا جمع الإنسان بين كونه حسيباً نسيباً في الجاهلية ثم لما أسلم تفقه في دين الله فهذا من أكرم الناس، هذا من أكرم الناس، وهذا يدلنا أيضاً على فضيلة العلم كما ذكرت. نعم. قال: باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله: قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحسان إلى البر والفاجر. البر هو المتقي، والفاجر هو الشقي العاصي. ودين الإسلام في مسائل البر والإحسان لا يفرق بين البر والفاجر ولا بين المطيع والعاصي، ولذلك رزق الله جل وعلا يعم جميع خلقه، فالله جل وعلا هو الرزاق وهو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى، ورزقه على جميع خلقه، يعطي المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والبر والفاجر، فالله جل وعلا رزقه لا يسوقه إلى من أطاعه فقط. ومن يتأمل في واقع الناس يجد هذا ظاهرا، فالله تعالى هو الرزاق ويرزق جميع خلقه، حتى هذه الدواب وحتى النملة في جحرها رزقها على الله. قال الله جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فجميع خلق الله عز وجل رزقهم على الله، رزقهم على الله. الأمر الثاني أن شريعة الإسلام جاءت بزرع هذا الخلق العظيم في نفس كل مسلم، وهو الإحسان إلى الآخرين. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إلى البهائم، كيف بالبشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إلى البهيمة وحرم منعها من الطعام أو الشراب أو الإكثار عليها من بالعمل والحمل الحمل عليها، فكيف بالبشر؟ ولذلك المسلم دائما يحمل مثل هذا الخلق العظيم، بحيث أنه يحسن إلى جميع الناس حتى إلى الفساق والفجار، بشرط أن لا يصل إحسانه إليهم فيستعملونه فيما حرم الله جل وعلا، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك ذكر البخاري رحمه الله تعالى أثراً عن محمد بن علي بن الحنفي، ومحمد هذا ابن علي بن أبي طالب، وينسب إلى أمه تمييزاً عن بقية إخوانه، فهو ليس من أولاد فاطمة وإنما هو من أولاد زوجة علي من بني حنيفة الحنفية.
يقول في قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر، يعني هي مرسلة كما قال أبو عبيد صاحب غريب الحديث، غريب القرآن وغريب الحديث، قال أبو عبد الله يعني البخاري، قال أبو عبد الله يعني البخاري، قال أبو عبيد هو القاسم بن سلام صاحب غريب القرآن وغريب الحديث، قال: مسجلة يعني مرسلة، والمعنى بأن المسلم يحسن إلى كل أحد. وللأسف كثير من المسلمين يفتقدون إلى فهم هذه المعاني، فتجده مثلاً إذا رأى غير مسلم وهو محتاج ربما صد عنه، ولا شك بأن هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. فالمسلم دائماً يحسن إلى كل أحد. ذكرت لكم أنا قبل قليل البهائم العجماوات غير المكلفة يجب على المسلم أن يحسن إليها ما استطاع إلى ذلك سبيل. كيف بآدمي؟ نبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر. ولما نرجع إلى كتب الفروع، وما من حضر معنا يذكر في باب الهبات وباب الوصايا وباب العطايا، قلنا بأن الإجماع منعقد على جواز وصية المسلم لغير المسلم، وعلى هدية المسلم لغيره على جوازها، وجواز هبة المسلم لجواز أن يهب المسلم لغير المسلم، وأن يوصي إليه وأن يتصدق عليه. وسبق مر معنا في أبواب سابقة ومجالس سابقة حديث أسماء لما قالت: إن يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة. كذلك عمر لما أعطى أخاه المشرك أرسل إليه العباءة من الحرير. فهذا كله يشير إلى عظمة الإسلام، وإلى أن الإسلام راعى هذه الجوانب، راعى هذه الجوانب. فالإنسان يحسن إلى كل أحد، في كل ذات كبد رطبة أجر، ولا يفرق في مسائل الإحسان بين شخص وآخر إلا في مسألة التزاحم، هذه مسألة أخرى. ولذلك الله عز وجل في رزقه لا يفرق بين عباده، فيرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر والمنافق، هؤلاء كلهم رزقهم على الله عز وجل، وما من دابة إلا على الله رزقها. كل من يدب على الأرض، كل من هو من خلق الله فهو رزقه على الله. وهل هناك أحد وهل هناك خلق غير ليس من خلق الله؟ الجميع خلق الله، العرش فما دونه، كلهم رزقهم على الله عز وجل. فلذلك المسلم لا يفرق بين في العطاء والإحسان بين شخص وآخر. نعم. قال: باب فضل من يعول يتيما. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما. باب فضل من يعول يتيما. الآن المصنف شرع في ذكر فضائل كفالة الأيتام ورعاية الأيتام وإصلاح أموالهم. واليتيم من الناس من مات أبوه، اليتيم هو من مات أبوه من بني آدم، ومن الحيوانات من ماتت أمه، من الحيوانات من ماتت أمه، بشرط أن يكون دون البلوغ، لأنه ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يتم بعد احتلام. فإذا بلغ الولد سواء كان ذكراً أو أنثى رفع عنه وصف اليتم. واليتيم كما ذكرت قبل قليل هو من مات أبوه، وأما من مات أبواه فيسمى عند العرب لطيماً، يقال لطيم، هذا من مات أبوه وأمه. وأما من ماتت أمه دون أبيه فيقال له العجي، يقال له العجي. ذكر هذا أهل اللغة من ممن صنف فيها بالفروق في
في الفروق اللغوية. فاليتيم من مات أبوه، واللطيم من مات أبواه، والعجي من ماتت أمه، من ماتت أمه. واليتيم لا يخفاكم هو من مات أبوه من بني آدم. وإذا مات الأب عن طفل صغير فإن هذا الطفل سيحتاج إلى رعاية وعناية، ويحتاج إلى عطف وحنان، ويحتاج إلى حماية أيضاً ممن يريد مثلاً استغلال طفولته أو أخذ ماله. ولأجل هذا نبهت نصوص القرآن والسنة على هذا، قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. فلما مات الأب الذي هو الحامي لهذا الولد بعد الله، والراعي له والذي يحوطه ويحميه ويحسن إليه، احتاج هذا اليتيم إلى من يرعاه. فجاءت النصوص بالحث على كفالة اليتيم ورعاية اليتيم وصيانة اليتيم، وبيّنت هذه النصوص كيف أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كالمجاهد في سبيل الله، وله كذا وكذا من الفضائل والثواب كما سيأتي ذكره بعد قليل. ولأجل هذا لابد أن نشير إلى أن اليتيم له حقوق، اليتيم له حقوق جاءت بها نصوص القرآن والسنة. أول حق من هذه الحقوق السعي إلى إكرامه وعدم إهانته، ولذلك قال جل وعلا: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فأول حق من حقوق اليتيم هو إكرامه وعدم إهانته. الحق الثاني إطعامه، خاصة اليتيم الفقير، لأن ليس كل يتيم فقيرا، فقد يموت شخص ويورث مالا لورثة أيتام صغار، لكن الأصل أن الإنسان يطعم هذا اليتيم ويوفر له ضروريات الحياة. قال الله جل وعلا: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما ذا مقربة يعني قريب، وهذا فيه أجر عظيم وثواب كبير حينما ترعى اليتيم. كذلك من حقوق اليتيم أو من حق اليتيم الإحسان إليه، الإحسان إليه بجميع صور الإحسان، وقد أخذ الله جل وعلا العهد والميثاق على ذلك. قال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. فالله جل وعلا أخذ العهد والميثاق على قضية الإحسان إلى الأيتام. أيضا من حق اليتيم العدل وعدم الإساءة إليه، العدل والإنصاف وعدم الإساءة إليه. يقول الله جل وعلا: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، في يتامى النساء اللاتي الآيات. والمعنى بأنه لابد من العدل، لأن من الناس من يستغل ضعف اليتيم، لا سيما إذا كانت أنثى، وهذا كان موجودا عند العرب. فإذا كان بين يديه يتيما من جنس الإناث تسلط على مالها، وربما تزوجها بعد بلوغها بغرض الحصول على مالها ولا يعطيها من المهر شيئا. ولذلك جاء التنبيه من الله عز وجل على هذا الحق العظيم بالنسبة لليتيم. وحينما أتكلم وأتحدث عن اليتيم أقصد الجنسين، الذكور والإناث. كذلك ما يتعلق في حفظ ميراث اليتيم، فإذا مات شخص وخلف أيتاما وخلف تركة، فإن هذه التركة عرضة للزوال والذهاب إن لم يقم عليها شخص يتولى حفظها للأيتام. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا
فادفعوا إليهم أموالهم. والمعنى أن هؤلاء الأيتام لا يدفع إليهم المال، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، قال العلماء الرشد أن يبلغ، وقيل الرشد هنا أن يعطى مالا ويختبر كيف يتصرف بهذا المال، فإذا أعطاه مالا وقال له خذ هذا لك ينظر كيف يتصرف، فإن بذر فيه أو مثلا استعمله استعمالا سيئا فهذا ما زال فيه سفه، لم يبلغ الرشد، رشد استعمال المال. ولذلك الله عز وجل نبه عليها، واليتيم لا يحسن التصرف في مال التركة. ولذلك يأتي القاضي فيولي شخصا يقوم على رعاية أموال اليتيم. وقد جاء عن عمر وعن عائشة أنهم كانوا يوصون أولياء الأيتام بالاتجار بالمال، مال اليتيم، قالوا حتى لا تأكله الصدقة يعني الزكاة، يتجرون بهذا المال ويستعملونه. وعمر بن الخطاب قال أنزلت نفسي من بيت المال منزلة ولي اليتيم من مال اليتيم، والمعنى أنه يقوم على صيانته وحمايته وتنميته والمحافظة عليه. كذلك من حق اليتيم على الناس عدم أخذ شيء من أموالهم ظلما، لأن إذا كان هناك إشراك وخلط مالهم، خلط أموال اليتامى بأموالهم، فهذا مما أذنت به الشريعة بشرط أن يكون أمينا على ذلك، لأن الناس لما نزلت هذه الآيات تحرجوا فعزلوا أموال اليتامى وعزلوا طعام اليتامى، فربنا جل وعلا أذن بذلك، أذن بخلطة المال بشرط أن يكون أمينا وأن يعرف أن يعرف مال اليتيم، وأيضا أن يأكل منه، أن يأكل بالقدر المتعارف عليه، يعني يأكل معه. ولذلك الأخذ من المال ظلما هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب. يقول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول أهل العلم من أهل التفسير يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من منخريه وعينيه وأذنيه، يعلم الناس بأن هذا آكل مال اليتيم، لأن اليتيم ضعيف ما يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا لديه القدرة على الفهم ولا على تدبير ماله، فلما استضعف هذا الآكل للمال مال اليتيم استضعفه، كانت العقوبة مناسبة لجريمته، مناسبة لجريمته. وكذلك من الحقوق عدم جرح مشاعر اليتيم وعدم الإساءة إليه. يقول الله جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هذه الحقوق حقيقة باستقراء نصوص القرآن والسنة تقريبا تكون هي أهم الحقوق التي تجب لليتيم على غيره، وإلا الحقوق كثيرة. وهناك أيضا تفصيل في بعض الحقوق التي ذكرتها قبل قليل، سيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى في الأبواب القادمة. يقول باب فضل من يعول يتيما. تلاحظون في هذا الحديث أنه لم يذكر اليتيم، تنبهتم لهذا ولا لا؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمساكين، الساعي يعني الذي يقوم يسعى على الأرملة، الأرملة هي من مات زوجها، الأرملة هي من مات زوجها اللي تأيمت أو ترملت، والرمل مأخوذ، والأرملة هذه هي من مات زوجها، والمساكين جمع مسكين وهو من لديه بعض قوت اليوم أو بعض قوته. قال كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. طبعا هذا الحديث لم يذكر فيه اليتيم كما
يعني أشرت، وعلى خلاف ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى، لكن ثبت في أحاديث أخرى صحيحة من طرق أخرى ذكر اليتيم، ذكر اليتيم. وأيضا هنا قال العلماء بأن اليتيم هنا ذكر الأرملة متضمن لذكر اليتيم، إن في الغالب أن الأرملة تكون ذات أولاد، ذات أولاد، فالرجل يموت عن امرأة، يموت عن امرأة ولها أولاد، فيكون هؤلاء الأيتام، يكون هؤلاء الأولاد أيتام وهم يتبعون أمهم في مسألة رعاية الغير لهم، الساعي على الأرملة والمساكين. والمساكين أيضا يطلق على الأيتام، فهم مساكين باعتبار عدم المال، ومساكين باعتبار حاجتهم إلى الرعاية، فيطلق المسكين أيضا على من يحتاج إلى رعاية وصيانة وحماية، فهم يجمعون بين هذين المصفين. قال: كالمجاهد في سبيل الله. ولا يخفاكم فضل الجهاد الشرعي في سبيل الله، وسيأتي إن شاء الله باب أبواب متخصصة في هذا. فالذي يقوم على الأرملة ويسعى على الأرملة ويسعى على المساكين ويسعى على الأيتام كالمجاهد في سبيل الله، وأيضا كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. فإذا كان الرجل يقوم على الأرملة وعلى اليتيم وعلى المسكين كمن يصوم الدهر كله، وكمن يقوم الليل أيضا، وقيام الليل شاق على الأنفس، لكن الله تعالى يكتب الأجر والثواب على من سعى على أرملة أو على مسكين. هذا الحديث فيه حث وتحريض، حث وتحريض على مسألة السعي على الأرامل والمساكين، وهذا لا يكون إلا ببذل الجهد وإلا بالبحث والسعي عن الأرامل والمساكين. ونحن ولله الحمد في زمن وفي وقت توفرت لنا أسباب الوصول إلى الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام عن طريق هذه الجمعيات الخيرية المشكورة التي تقوم بجهد عظيم، وفيها أقسام للبحث الاجتماعي، وفيها أقسام لأشياء كثيرة ولله الحمد. فتستطيع أن تقوم بكفالة يتيم أو برعاية أرملة أو بالصدقة على مسكين. والمعنى أن بعض الناس يعني قد يستصعب هذا الأمر ويقول: أين المساكين وأين الأرامل، خاصة مع سعة المدن كثرة البشر. أقول له: الجمعيات ولله الحمد اختصرت لك المدة الزمانية والمسافة المكانية أيضا في الوصول إلى الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام. قال: باب فضل من يعول يتيما له. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. نعم. قال: باب فضل من يعول يتيما. اليتيم إما أو كفالة اليتيم إما أن يكفل الشخص يتيما له أو يتيما لغيره، إما أن يكفل يتيماً له أو يتيماً لغيره. بالنسبة لليتيم للغير معروف، وهو الشخص الذي ليس لك به صلة، سواء كان في بلدك أو في غير بلدك. واليتيم الذي لك به صلة قرابة، مثل الأم تقوم على أطفالها، فهذه تكفل، هذه المرأة الأم تقوم على كفالة أطفالها، وذلك برعايتهم وتربيتهم وبقية الحقوق التي أشرت إليها قبل قليل. أو الجد مثلاً، يموت رجل ويخلف أطفالاً ولهم جد، فقيام الجد
بكفالة هؤلاء الأولاد وبتربيتهم هذه كفالة عظيمة، كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، أو مثلا عم أو خال أو عمة أو خالة مثلا، أو أخ عفوا عم نعم، أو ابن أخ ابن عم أو ابن عمة مثلا، فكل من له صلة بهذا اليتيم إذا كفله فتسمى كفالة. لأن بعض الناس الآن ما يتصور هذه المسألة، لأن كثير من الأمهات يكفلن الأيتام وما يستشعرن هذا المعنى العظيم، مات زوجها في حادث، مات زوجها على فراشه، فخلف أطفالا عنده، فقامت على تربيتهم وعلى رعايتهم وعلى تأديبهم وعلى تعليمهم، هذه كافلة لهؤلاء الأيتام. فإذا كانت كفالة اليتيم الواحد يكون الشخص فيه كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، ويكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في الجنة كما سيأتي، فكيف بمن عندها أربعة أولاد وخمسة أولاد وسبعة أولاد؟ وهذه بشرى للنساء اللائي تأيمن بوفاة تأيمت بوفاة زوجها وخلف أطفالا، فهي تقوم عليهم، هي كافلة لهم، ولها الأجر والثواب الموعود بإذن الله تعالى والمذكور في على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث لعلكم تذكرون مرة معنا، ها تذكرون مرة معنا هذا الحديث، حديث عائشة في باب يعني متقدم. الشاهد أين هو؟ أن هذه المرأة جاءت ومعها ابنتان تسأل عائشة رضي الله عنها، فما وجدت عائشة إلا تمرة واحدة، تقول فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيه. لاحظ رحمة الأم، تمرة واحدة قسمتها إلى قسمين فأعطت ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته عائشة، وفي رواية أن عائشة بكت رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام من يلي من هذه البنات شيئا، يعني يتولى يكون ولي لهؤلاء البنات، من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. ولذلك لدينا الآن ثلاث أمور في كفالة اليتيم، يعني من حيث الأجر المترتب على ذلك، أن كافل اليتيم أجره كالمجاهد في سبيل الله، وهذه نعمة من نعم الله العظيم. ولذلك كما سيأتي يقول ابن بطال كما نقل ابن حجر عنه، ينبغي لكل مسلم سمع هذا الحديث أن يكفل يتيما، أن يكفل يتيما. إذن الأجر الأول والثواب الأول أن كافل اليتيم له أجر المجاهد في سبيل الله. ثانيا أن كافل اليتيم كمن يصوم النهار ويقوم الليل. ثالثا أن كافل اليتيم هؤلاء الأيتام يكونون له سترا من النار، يعني هذه الكفالة تكون له ستر من النار وحماية من النار ودرع عن الوقوع في النار، ولا شك بأن هذه نعمة عظيمة. ولذلك البخاري رحمة الله عليه قال باب فضل من يعول يتيما له له، وهذا في الغالب ينسحب على يتجه إلى الأم، إلى الأم في الغالب أو الجد مثلا، وذكر حديث عائشة مع هذه المرأة، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى وغفر له. نعم. قال باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه، شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر رضي الله عنه فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجد، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل
فقال دونك هذا فوالله ما غبنت. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما من أبويه. يعول يتيما من أبويه، والمعنى أن هذا اليتيم مات أبواه. ذكرنا لكم بأن من مات أبويه ماذا يسمى؟ اللطيم. قال عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بأصبعيه. طبعا الشك من سفيان يدل على حرص أئمة الحديث على رواية الحديث كما ورد، وخوفهم من أن يقولوا شيئا على النبي عليه الصلاة والسلام وهم الأمناء على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جاءت أحاديث أخرى تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بالسبابة والوسطى كما سيأتي في حديث سهل بن سعد. السبابة والوسطى قال هكذا، وفي رواية أنه ضمهما ثم فرقهما، هكذا ضمهما ثم فرقهما، هذه جاءت رواية. يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وهذه فيه بشارة لمن يكفل يتيما أنه في الجنة، بل وأنه قريب من منزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث العظيم قال ابن بطال رحمه الله تعالى حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. يقول الحافظ ابن حجر بعدما نقل هذا الكلام عن ابن بطال وفيه إشارة إلى أن بين الدرجة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم تفاوت ما بين السبابة والوسطى، وهو نظير الحديث الآخر بعثت أنا والساعة كهاتين. ولذلك شراح الحديث قالوا في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين، قالوا لها معنيان. المعنى الأول أنا وكافل اليتيم كهاتين يعني من حيث دخول الجنة. المعنى الثاني أنا وكافل اليتيم كهاتين من حيث القرب في الجنة، من حيث القرب في الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منزلته لا يدانيها أحد، ففرق بين السبابة والوسطى، فرق بين السبابة والوسطى. كما في الحديث الآخر بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. والمعنى أن كافل اليتيم درجته في الجنة عظيم ومرتبته عالية، وهو قريب من منزل النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الحسن وهو الحسن البصري رحمه الله تعالى أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عنده، فجاء بسويق وعسل فقال دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن. والمعنى وإن كان هذا الأثر محل بحث وكلام عند أهل العلم من حيث مراسيل الحسن، لكن الشاهد أن ابن عمر كان يكفل يتيم، أو كان هذا اليتيم يتردد على ابن عمر، ففقده ذات يوم، فقد هذا اليتيم فسأل عنه فلم يجده، حتى قال فطلب يتيمه، أضافه إليه قال طلب يتيمه، وكأن الناس يعرفون بأن هذا اليتيم لابن عمر رضي الله عنه.
فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له بطعام فلم يكن عنده، ما وجدوا طعاما، فجاءه بسويق وعسل، سويق وعسل، عسل عسل معروف، والسويق نوع من الطحين يخلط بماء وشيء من هذا القبيل. قال: دونك هذا فوالله ما غبنت، ما غبنت. الحسن البصري ماذا قال؟ قال: وابن عمر والله ما غبن. لماذا؟ لأنه تدارك طعام هذا اليتيم، تدارك طعام هذا اليتيم وأحسن إليه. وأما حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى، وشرحت هذا قبل قليل. كذلك أثر أبو بكر بن حفص يقول أن عبد الله يعني ابن عمر كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. الخوان هي هو الشيء الذي يوضع عليه الطعام، سواء كانت مائدة مرتفعة أو يعني قريبة من الأرض، في الغالب أنه الشيء القريب من الأرض يسمى خوان، خوان مثل السفرة يسمى سفرة، أو حصير مثلا أو شيء، حتى لو كان شيئا مرتفعا يسمى خوان، هذا الذي يوضع عليه الطعام، يوضع عليه الطعام. طبيعة الحال بالنسبة لكفالة اليتيم ليست في درجة واحدة، فأعلى درجات كفالة اليتيم أن تضمه إليك، هذا أعلى درجات كفالة اليتيم، يعني أن تدخله بيتك فتطعمه من طعامك وتسقيه من شرابك وتلبسه من ما تلبس من ثيابك وتربيه كما تربي أولادك وترعاه، وإن كان له مال قمت على ماله خير قيام، هذه أعلى درجات كفالة اليتيم. المرتبة الثانية أن ترعى اليتيم وهو في مكان آخر، مثل ما هو حاصل الآن في العالم الإسلامي بسبب الحروب والفتن وكثرة الأيتام، أصبح من الصعب جداً أن الإنسان ينقل يتيم إلى بيته مع وجود مثل يعني الإجراءات وغير ذلك، فتقوم الجمعيات الخيرية بكفالة اليتيم وهم في أوطانهم، الجمعيات الخيرية تفتح باب كفالة الأيتام، فيكون كفالة اليتيم بالمال، أنت ترعاه بالمال، وهذا المال يشترى له الضروريات والحاجيات، ولا شك بأن هذه كفالة أيضاً لليتيم، لكنها ليست في مرتبة الأولى، فهي نوع من أنواع كفالة اليتيم، وهذه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها. فكثير من الأيتام ولله الحمد بفضل الله عز وجل ثم برعاية أهل الإحسان وأرباب الأموال وأهل الخير، يعني أصبحوا ولله الحمد في مأمن على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم، وأيضاً ولله الحمد منهم من واصل دراسته وتعليمه وتخرج وأصبحت له وظيفة، ويذكر ويشكر ولله الحمد. فلذلك الإنسان لا يتساهل في هذه القضية، وأعتقد أننا بعد هذا الدرس إن شاء الله مباشرة نذهب إلى هذه الجمعيات، كل من يعني لديه قدرة واستطاعة يذهب إلى جمعية ويكفل يتيم من الأيتام.
الحمد لله. ذكرت قبل الأذان بأن كفالة اليتيم ليست في درجة واحدة، وأن أفضل الدرجتين هو ضم اليتيم إلى نفسه وإلى بيته، وذلك برعايته، الرعاية التي يرعى فيها أولاده. وأما المرتبة الثانية فهي كفالة اليتيم في بيت اليتيم أو في محله أو في دولته، وهذه ولله الحمد تسهلت وتيسرت في هذا الزمان، بحيث أن الجمعيات الخيرية والجهات المتخصصة في هذا الشأن تقوم بهذا خير قيام، فنسأل الله للجميع التوفيق. نعم. قال: باب: خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بإصبعيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب: خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. وهذا الحديث طبعا من جهة الإسناد محل بحث وكلام، أما لفظة أو جملة أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين فهي مرت معنا ولله الحمد، وصحت بهذا الأحاديث، لكن هذا الحديث من جهة الإسناد محل كلام. وذكرنا لكم في بدايات الدروس بأن هذا الكتاب ليس هو على شرط البخاري الذي في الصحيح، ليس هو على شرطه الذي هو في الصحيح، لكن قال هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وهذا الحديث يشير إلى أن البيوت تتفاضل من حيث الخير ومن حيث الشر كذلك، فخير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وأهل هذا البيت يتفاضلون بينهم على قدر إحسانهم لهذا اليتيم. فمن البيوت من ترعى اليتيم رعاية توازي رعاية الأولاد بل تفوق، خاصة إذا كان لديهم يعني عطف ورحمة، فإنهم يشفقون عليه أكثر من شفقتهم على أولاده، فيتفاوتون فيما بينهم، حتى أهل البيوت الخيرة هذه تتفاوت. وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، وهم يتفاوتون أيضا، يتفاوتون أيضا. فالإساءة إلى اليتيم إساءة معنوية ومادية، لا شك بأن هذه من أسوأ البيوت ومن شرها. وهناك من يسيء إلى اليتيم وذلك بإهماله، هذا لا شك بأنها إساءة، لكن ليست كالإساءة السابقة التي فيها أذية متعمدة. وأيضا من البيوت من هي شر من كل ذلك، وهي التسلط على مال اليتيم وأخذ ماله وحقه وأكله بالباطل، هذا كله مما يشير إلى خبث هذه البيوت وسوءها. نعم. قال: باب: كل اليتيم كالأب الرحيم. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن أبزة قال: قال داود: كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة قال: سمعت الحسن يقول: لقد عهدت المسلمين، وإن الرجل منهم يصبح فيقول: يا أهيلة يا أهيلة،
يتيمكم يتيمكم يا أهيلة يا أهيلة، مسكينكم مسكينكم يا أهيلة يا أهيلة، جاركم جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول: وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له؟ قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز. وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. قال: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم، قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كن لليتيم كالأب الرحيم، كن لليتيم كالأب الرحيم. وذكر فيه حديث عبد الرحمن بن أبزة قال داود عليه السلام: كن لليتيم كالأب الرحيم. الآباء على قسمين: آباء رحماء، وآباء انتزعت من قلوبهم الرحمة، وهذا موجود. ولذلك داود عليه السلام يقول: كن لهذا اليتيم كالأب الرحيم، كالأب الذي يحنو على أولاده ويعطف عليهم ويحيطهم، فكن لليتيم كما تكون لأولادك أيها الأب الرحيم. ثم قال: واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. وهذه حكمة عجيبة: واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. فالإنسان الذي يزرع الزرع يحصد ثمرة، يحصد ثمرة. ولذلك زرعك المقصود به هنا رعايتك لهذا اليتيم وعطفك عليه ورحمتك به، سيكون الجزاء عظيم، ستحصد ما زرعت، ستحصد ما زرعت. وهل يجنى من الشوك العنب؟ أبدا، إنما تجنى الثمار من الزروع الطيبة. ثم قال: ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. ما أقبح الفقر بعد الغنى، وهذا صحيح. فالإنسان إذا كان غنيا ثم افتقر فإنه سيكون في شدة، في لأواء وفي بؤس. لماذا؟ لأنه كما يقولون بالتعبير العامي العادي، أنه كان يعيش على مستوى معين وكيف نفسه على هذا المستوى، فإذا افتقر فإنه يصعب عليه حالة الفقر، تصعب عليه وتشق عليه ويعيش بؤس وشدة. ثم قال: وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. أقبح من الفقر بعد الغنى أن الإنسان يرتد على عقبه والعياذ بالله، بعدما كان مهتديا مطيعا يرضى بالمعصية ويرضى بالضلالة، نسأل الله العافية والسلام. ولا شك بأن هذا من الأمور القبيحة والسيئة. الذي يذوق طعم الإيمان ما يمكن أن يرتد على عقبه، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان الذي يذوق طعم الإيمان كيف يرضى بالضلالة وكيف يرضى بالغواية إلا من نفس خبيثة والعياذ بالله، أو من سوء قصد. هو استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فليس هناك أقبح من شخص هداه الله عز وجل ثم رضي بالضلالة ورضي بالغواية ورضي بالنكوص على عقبيه. مثل بعض طلبة العلم، طالب علم ذاق طعم العلم ثم بعد ذلك رضي أن يكون عاميا، هذا من أقبح القبح ومن أسوأه. سار وخاض في طريق العلم ثم بعد ذلك رضي بالجهل. والعلم لا شك بأنه مرتبة عظيمة ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من الناس من كان على السنة فرضي أن ينتقل إلى البدعة والعياذ بالله. كذلك من كان مطيعا صالحا يرجع إلى الضلالة، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته. طبعا هذه النصائح ستأتي معنا في أبواب
مستقلة. والمعنى إذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. ولذلك من أخلاق وصفات المنافقين إذا وعد أخلف، المنافق إذا وعد أخلف، والمؤمن لا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. وفي الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدت، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، لأن النفس البشرية تأبى مثل هذا الخلق. ثم قال: وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. استعذ بالله تعالى من صاحب لا يعينك على الخير إن تذكرت الخير، ولا يذكرك إذا أنت نسيت، ولا يذكرك إذا أنت نسيت. فهذا ليس بصاحب، هذا عدو. الأخلاء بعض الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا هؤلاء أهل التقوى الذين افتتحنا اليوم المجلس بذكر صفاتهم، فهؤلاء هم الأخلاء الحقيقيون، لأنهم ينبهونك إذا غفلت، ويذكرونك إذا نسيت، ويعينونك إذا عملت. هؤلاء هم أهل الصداقة الحقيقية والصحبة الحقيقية الذين ينفعونك في الدنيا ويوم القيامة، يشفع لك حتى يوم القيامة شفاعة الخل لخليله. ولذلك تعوذ بالله تعالى من صاحب إن ذكرت لم يعنك. تذكرت العمرة ها؟ قلت لفترة عن العمرة، قال يا رجال خلك، ها نطلع البر ولا البحر ولا نطلع الصيد، ما عانك ثبطك. وإذا نسيت ما يذكرك، ما يذكرك. نسيت الدرس، درس العلمي سكت، ما قال لك ها اليوم في درس في مجلس علم في حلقة ذكر. هذا تعوذ بالله تعالى منه. حديث الحسن أيضا، أو الحسن قول الحسن: لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول: يا أهلية يا أهلية، يتيمكم يتيمكم، أو يتيمكم يتيمكم، يا أهلية يا أهلية، ينادي الأهل، مسكينكم مسكينكم، أو على الضم مسكينكم مسكينكم، يا أهلية يا أهلية، جاركم جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. الحسن مثل ما نقول نحن، يعني بعض الناس الآن يقول إيه الزمان الماضي ما أحسن منا، كان الناس على قلب رجل واحد، الناس متكاتفين، الناس كذا وكذا. كذلك الحسن البصري يشكو زمانه، يقول: عهدنا المسلمين، يعني الناس، والرجل منهم ليصبح ينادي أهله يقول: عليكم باليتيم، انتبهوا على اليتيم، هل غديتم اليتيم، أطعمتم اليتيم، أعطيتم اليتيم. يعني يكثرون من العناية بالأيتام، وكذلك يكثرون أو يتواصون على المساكين بالرعاية والعناية، وكذلك بالجار، الجار حتى لو كان كافرا. تذكرون أثر ابن عمر لما أتي بذبيحة قال لغلامه: أطعمتم جارنا اليهودي، أطعمتم جارنا، ويرفع صوته في هذا. قال الرجل: يا أبا يا أبا عبد آل يهودي؟ قال: نعم، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. والمقصود هنا أن الحسن ينعى زمانه، يقول: الناس قديما كانوا يتواصون بالأيتام، ويتواصون بالمساكين، ويتواصون بالجار، وأسرع بخياركم، يعني مات الأخيار وأنتم كل يوم ترذلون، يعني تسفلون، تذهب عنكم كثير من الأخلاق. هذا في عصر من؟ الحسن البصري. ماذا نقول نحن؟ نسأل الله السلام والعافية. قال: وسمعته يقول: وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز،
والمقصد بأن بعض الناس يقول إذا شئت رأيته فاسقا يتعمق، يعني يبالغ في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غاية بهذا المال ويبيع خلاقه، يعني أخلاقه من الله عز وجل بثمن عجز. وهذا كثير من الناس الآن يعني في البيوع يغش ويكذب ويخلف الوعد ويأكل أموال الناس وهو يزعم أنه من أصحاب الأخلاق، بل قد يكون للأسف ممن يشهد الجمعة والجماعة، لكن انظر إلى أفعاله، انظر إلى أخلاقه، انظر إلى أعماله، بعيد عن أخلاق القرآن، بعيد عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وإن شئت رأيته مضيعاً مربداً في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. عموماً هذا الأثر عن الحسن أيضاً هو متكلم فيه من جهة الإسناد. أما حديث سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد، وأسماء من الأسماء التي يشترك فيها الرجال والنساء، قديماً كان يسمى الرجل أسماء وتسمى الأنثى أسماء، قال: قلت لابن سيرين، وهو محمد بن سيرين من كبار التابعين، عندي يتيم، يقول يعني في بيتي يتيم، قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. وهذا الأثر عن ابن سيرين رحمه الله تعالى يشير إلى أن إهمال اليتيم بدافع العاطفة مضر. يعني بعض الناس الآن يقول: لا، يتيم اتركه، فهذا اليتيم ربما تربى على الفحش، تربى على السرقة، وتربى على سوء الخلق، وتربى على التفريط في العبادات، ويترك بدعوى يتيم. هذا موجود ولا لا؟ موجود. شوف بعض الناس الآن يقول: لا، مسكين هذا يتيم اتركوه، مسكين هذا يتيم لا تقولوا له شيء. لكن القاعدة الشرعية عند السلف أنك تتعامل مع اليتيم كما تتعامل مع ولدك، فإذا أخطأ ولدك تعظه، فإن اتعظ فالحمد لله، إن لم يتعظ تضربه الضرب الغير مبرح المجمع عليه كما سبق أن ذكرنا. اليتيم كذلك الذي عندك، لأنك أنت مسؤول عنه، والطفل تربيته ما بين الترغيب والترهيب، ما يمكن أبداً الطفل أن يربى بأسلوب واحد، ما يمكن أن تربيه فقط بالترغيب ولا يمكن أن تربيه بالترهيب، لا بد من جمع هذين الأسلوبين، وأن تعطي لكل أسلوب وزمانه ووقته وحاله الحال. فأحيانا قد يحتاج إلى الترغيب وأحيانا يحتاج إلى الترهيب، فلذلك تتعامل مع هذا اليتيم كما تتعامل مع ولده. ويجب على من عنده يتيم أن يضبط عاطفته، وأن لا يترك لليتيم الحبل على الغارب، لأن هذا مفسد له. فبدعوى كونه يتيم وكونه ضعيف يهمل، هذا غير صحيح. ولذلك تربيه كما تربي ولدك. وهناك أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تضرب اليتيم. لماذا؟ لمصلحته. الآن كثير من الأولاد الآن بعضهم رجال قد يكونون في يعني مكان المسؤولية يتذكرون ضرب آبائهم، ولولا هذا الضرب ولولا هذا التعني لولا هذا الضرب ولولا هذا التغليظ ما عرف المصلحة من المفسد، وما عرف ما يصلحه مما يفسده. هم الآن يتحدثون، تقرؤون في مذكرات بعض العباقرة وبعض النخب التي لها أثر في المجتمعات، يذكرون بأن بدايات حياتهم كان فيها شيء من القسوة من الوالدين لمصلحتهم. الآن اليدين أحيانا إذا اتسخت تحتاج إلى خشونة حتى تنظف، يعني الكف يحتاج إلى خشونة حتى ينظف، كذلك بعض الأولاد يحتاج إلى مخاشنة حتى ينظف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب على بعض الأطفال، مثل عمر بن أبي سلمة قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفرك النبي صلى الله عليه وسلم أذن أنس بن مالك، فركها، وهذا نوع من أنواع التأديب منه صلى الله عليه
وسلم. والمقصود أن ابن سيرين لما قال له الرجل عندي يتيم قال اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك، لا تزيد ولا تنقص، مثل ما تضرب ولدك ضرب الرحمة وضرب الشفقة فتفعل بهذا في اليتيم. حاضر، نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده.